بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لممارس العادة السرية وتارك العادة السرية، فإن الوضع له خطر جدا جدا. الحياة في بعض السلوكيات وبعض النسيان من قبله سيكون خطر جدا جدا خطر، خصوصا في بدايات الترك، لأن هو عندما يخرج من المنزل ويشاهد العديد من النساء والفتيات، فإن هذا الأمر يؤثر فيه لا شعوريا، وتتراكم هذه المشاهدات والأمور، والشخص الإنسان بفطرته مجبول على حب الجنس الآخر والطرف الآخر. في الحقيقة أن الرجل مبني ومركب على أن عندما يشاهد امرأة شبه عارية أو شبه عارية أو تخرج مفاتنها، فإن هذا الأمر الله ركبه سبحانه وتعالى فيه حتى لما يشاهدها في الفراش أو في الغرفة يمارس معها الجنس، يعني هي ركبت بهذه الطريقة، وحتى عندما يشاهدها يسعى إلى الزواج منها فينجب منها الأطفال فتكتمل الحياة، وحتى أن يعني يتزوج منها لابد أنه هو يبني بيت ويكون ذا عمل ويكون ذا شكل مقبول وما إلى ذلك وإلى صحة، فيبني رجل يعني في السابق وحسب ما بناه رب العالمين من آلاف السنين إلى مئة سنة سابقة، لأن رجل ماشي على الفطرة يبني شخصيته، يبني عمله، يبني شكله، يبني سمعته حتى يحصل على زوجة ينجب منها، يستمتع فيها، يشعر بالسكن، يكون بينهما مودة ورحمة. والله سبحانه وتعالى، وطبعا يعني كان النساء في كل العالم متغطيات وما إلى ذلك، أنا حتى أفهمك أنت شو اللي قاعدة تمر فيه. فوالله سبحانه وتعالى وضع فيها الفتنة بحيث أن أنت عندما يعني عندما هي تنزع ملابسها فأنت تكون عندك الشهوة اللي تمارس معها الجنس. هذا موجود كان بكل العالم من لـ 1900، العالم عاشري. ما يحصل الآن حصل خلل، فأنت عندما تشاهد ماء شبه عارية فإن هنا الآلية التي عندك اللي أنت تمركب عليها تريد أن تمارس معها الجنس بشدة، يعني رغبتك تكون شديدة، لكنك لا تستطيع. ليش؟ لأنك أنت في سجن غير مرئي، يعني قضبان هذا السجن أمور عدة أن نستطيع أن نتحدث عنها. طبعا أكيد يعني أنت بتقولي مثلا أنا ما أبي أمارس مع هالجنس لأن أنا يعني أخاف ربي. نعم صحيح، لكن المشكلة أنا قاعد أفهمك على أنت شو اللي قاعد يصير فيك، شو اللي قاعد يتاكم داخلك والآلية اللي أنت مبني عليها. أنت إذا شاهدت وأشحت بنظرك، يعني ثانية وأشحت بنظرك وأزلت الأمر من تفكيرك، الحمد لله. لكن أنت كنت عايش بين نساء شبه عاريات سواء في مجتمعك أو في المجلات والتلفاز والهاتف وفي كل مكان، فأنت حاليا آلية الرغبة الشديدة في الحصول على الجنس شغالة معك يمكن مئات المرات في اليوم، وهي الآلية هذه ليست مركبة بأن تكبتها مرارا أو أنك أنت يعني تحجم عنها، لأن أنت الآن نشأت عندك رغبة شديدة ولم تحصل عليها وانت غير راضي انك ما حصلت عليها، لكن انت تحاول انك تنسى، انت مو راضي، انت غير راضي على عدم حصولك من الجنس على هذه الفتاة. ترغب قد تكون حتى ترغب في الزواج وغير متزوج، او ترغب في الجنس ولا مع هذه الفتاة ولا تمارس معها،
فأنا بس أفهمك شو اللي قاعد يصير في حياتنا في العصر الحديث. فهذا الأمر يتكرر 100 مرة 200 مرة 300 مرة في اليوم. تنشأ عندك رغبة، وأي رغبة تنشأ عند الإنسان ولا يحققها يشعر بالحزن، حزن 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 ومع ذلك وشعور بإحباط. فعندما يرجع إلى المنزل يقول أنا من حقي أني أمارس حقي في الجنس، سألجأ تلقائيا إلى العادة السرية، وأنك تصل إلى حد خلاص التراكمات أصبحت بركان تذهب إلى العادة السرية. من الصعب جدا أنك أنت تقاوم نفسك وتكفها عن ممارسة العادة السرية أن هذا الأمر حصل في داخلك، يعني أنك أنت تعتقد بأنك في حاجة إلى الجنس وأنك يجب أن تحصل على الجنس، يجب أن تستمتع بالجنس في هذه الفترة من حياتك. في هذه الفترة، أنا ما أقول يوما ما، في هذه الفترة من حياتك حينما تقول أن من حقك أنك تحصل على الجنس والعاطفة وأنك أنت تريد، أو أن لكي تشعر بالسعادة لكي تحل مشكلتك فيجب أن تحصل على الجنس والعاطفة، وهذا الشيء غير صحيح. المشكلة مو مشكلة عدم، المشكلة ليست هي في عدم حصولك على الجنس. أنا أكثر كثير من ممارسي العادة السرية الذين يراسلوني يظنون مشكلتهم أنهم عندهم رغبة جنسية ولا يحصلون على ما يلبي رغبتهم الجنسية، بس هذه مو، هذه ليست هي المشكلة. لو أنت كنت فعلا عندك قناعة بأنك أنت محتاج لأمر ما، جنس أو أين كان، فحتى لو جبلنا لك بهذا الأمر حتى تكون سعيد، فلن تكون سعيد. يعني مثلا أنا أقول مثلا أريد أن أحصل حتى أكون سعيد، أريد أن أحصل على بنت مرضية بالنسبة لي وحسنة ومناسبة، حتى لو حصلت عليها لن تحصل على السعادة. إن كنت أنت معلق السعادة على حصولك على هذه البنت فتاة الأحلام، فحتى لو حصلت عليها لن تحصل على السعادة. وسألوا ووايد ناس اعترفوا بأنهم كانوا حاطين آمالهم، والله كانوا بيتزوجون الشخص المناسب، وأن حياتهم واقفة على الشخص المناسب، آخر شيء معارك وطلاق وآلام. حتى اللي ما صلت حق معارك وطلاق وآلام أصبحوا تعساء بؤساء. هذا الشخص اللي أنتوا ذبحتوا نفسكم عليه، هذه الفتاة اللي أنت ظننت أنك أنت ستسعد طوال حياتك وتنحل كل مشاكل كنت تزوجتها، وفي النهاية أمراض نفسية متنوعة وغير نفسية تصيبك، بل حتى خبراء العلاقات، حتى يعني في، أنا سمعت حق واحد أمريكي يقول أنه هو كان يعتقد أن اللي هو جوليان بلانك أو شيء، واحد من خبراء العلاقات مع الجنس الآخر، ومن المهم أن الإنسان يعرف النواحي هذه حتى يفهم نفسه ويفهم ماذا يحدث معه وماذا يحدث مع الناس. يقول أنا ذهبت، يقول يعني أنا كنت أعتقد أن السعادة في أني أحصل على البنات، فحصلت على البنات لم أشعر بالسعادة، فقلت ربما أن حصلت على بنات يعني فاتنات، بنات يعني بنات جميلات إلى حد كبير، فأني سأحصل على السعادة. قلت حصلت على أجمل فتيات، قلت يمكن إذا ازددت منهن وأكثرت من عددهن فسأشعر بالسعادة. ويقول فعلت ذلك ولم أشعر بالسعادة، حصلت على جميلات وكثيرات ولم أحصل على السعادة. فقلت ربما إن علمت الشباب كيف يحصلون على البنات فسأحصل على السعادة. فيقول أصبحت أسافر وأحصل على الجميلات وأنال الأموال بتدريبي للشباب، وهو مشهور يمكن من أشهر، كان أشهر شخص في العالم يدرب الشباب كيف يحصلون على الفتيات.
هذا الذي يدوب الشباب يعتبر قدوة قدام أمام كل رجل يريد أن يشبع شهوته الجنسية. يعني هو هذا يعتبر نفسه دليل لهم، يعلمهم كيف يحصلون على رغباتهم الجنسية مع ذلك. يقول هذا الشخص أن حتى عندما أصبحت أعلم الشباب وأحصل على البنات وأحصل على ما أريد منهن وكذا، لم أحصل على السعادة. فيقول أن السعادة ليست في هذا الموضوع وليست في هذا الجانب. وهنا عندنا ألفيس بريسلي، مايكل جاكسون، مش عارف إيش هذا، كيم كابي، مشاهير جدا اكتئبوا، وعنا عندهم كل البنات الذين يريدون، كل الأموال التي يريدون، كل الماديات اللي يريدون، وبع اللي انتحر، واللي اكتئب، واللي مرض نفسيا مرض. فهذا معناته أن حصول يعني خلاص اترك هذه الفكرة السخيفة من ذهنك بأن حصولك على الجنس ولما تلبي رغباتك بالجنس فإن هذا الأمر هو الذي سيحل مشكلتك، وأن هذا الأمر سيجعلك سعيد ويزيل التعب والحزن منك ومن ذهنك ومن نفسيتك. هذا كلام فارغ، بل هذه هي المشكلة التي تجعلك تنتكس كل مرة، أنك تظن أنك أنت هذه مشكلة، أن مشكلتك أنك ما تلبي رغبة الجنسية عندك أنها غير ملباة، وأنك أنت غير حاصل على الجنس بشكل كافي، وغير حاصل على العاطفة بشكل كافي، وأنك أنت حتى يعني تحل مشاكلك وتشعر بسعادة وراحة فيجب أن تحصل على الجنس وعلى العاطفة وكذا. هذا كله كلام فاضي وفارغ. هذه أنت لا يجب أن تحصل على الجنس حاليا إن كنت تفكر بهذا الموضوع، لأن الجنس، لأن حتى لو حصلت على معه ستقول لا أنا أريد ما أفضل منها، لا أنا أريد أن أحصل على جنس أكثر من ذلك، لا أنا ولن يعني. اسألوا حتى أصدقائكم اللي كانوا يحبون فتاة معينة أو كذا وحصلوا عليها، يعني يعني كانوا عرفتوا كيف توجهون الأسئلة، راح يقولون لكم إن فعلا إحنا كنا حاطين آمالنا وبانين آمالنا بأن إذا حصلنا على هذه الفتاة سنحصل على السعادة، وعندما حصلنا على هذه الفتاة لم نحصل على السعادة. و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانت في نقطة في ذهني، عندما نحصل يعني هم قالوا إن عندما نحصل على هذه الفتاة، ثم بعد ذلك لما حصل عليها ما حصلوا على السعادة. السعادة في ماذا؟ السعادة في الرضا، في الرضا على نفسك وعلى أوضاعك الجنسية، عاطفية، مالية، صحية، شكلية، اجتماعية، أسرية، دينية، عملية، بأنك ترضى عن نفسك وعن الناس، بأن يكون هناك معنى من حياتك، بأنك تعمل عملا صالحا، بأن ترضي الله وتذكره وتكون قريب منه وأن تتبع هداه. السعادة بأن يكون هناك عندك معنى تسعى إليه في حياتك، معنى ذو قيمة، شيء ذو قيمة تسعى له في حياتك، ذو قيمة بالنسبة لك أنت شخص، بالنسبة له المال ذو قيمة هو يسعى له، شخص العلم ذو قيمة يسعى له شخص. فأنت المطلوب أنك أنت تزيل هذه الفكرة وتعتقد اعتقاد جازم بأن لديك كل ما تريد لكي تحصل على السعادة، لكي تسعد، أنك في بحر من النعم، ولديك كل ما تحتاجه لكي تنجح، ولديك حاليا كل ما تحتاجه لكي تسعد، وأنك أنت تستطيع أن تحيا حياة طيبة من غير الجنس الآخر، من غير العاطفة الجنس ما إلى ذلك، وأن تستطيع وبإمكانك أن تعيش حياة، تعيش بسعادة كاملة وتصبح شخص تام السعادة والسرور من غير بنت أو طرف الآخر في حياتك. هذه القناعة اللي يجب أن تتبناها حتى ما تنتكس وقت ما يجيك الزواج، فإنك أنت ستتزوج. الأشخاص الذين يحصلون على الجنس وعلى العاطفة وعلى الزواج من مناسبات، ما عندهم فكرة هذه، ما عندهم فكرة إن أنا محروم، أنا أشعر بالنقص، هذا قبل لا يتزوجون، لأن الذي يشعر بالنقص سيبعد البنات عنه، سيدمر حياته،
لن يشعب الحمار لن يحصل على إلا المزيد من الحمام. الناس تريد شخصية متزنة، شخصية فرحة، شخصية مستبشرة، شخصية واثقة من نفسها، شخصية تامة وكاملة في نفسها وذاتها. البنت تريد شخص تتكئ عليه في الأوقات الصعبة، لا تريد شخص طفل يتعلق فيها لكي يعني يسد، لكي إنه يعني تحل مشاكله وكذا. فإذا أنت فعلا أردت أن تحصل على الجنس الآخر، فيجب أن تكون شخص كامل الشخصية، تام الشخصية، يشعر بسعادة من غير أي حاجة إلى أي أحد، شخص شاق طريقة في الحياة شخصية. وهذا الأمر يكون بأنك أنت تتبنى الوضع الحصوري، وبأنك تتبنى مبدأ أنك أنت تزيل الشعور بالحرمان والنقص والحاجة وما إلى ذلك. هذا أول شيء يجب، هذا هو المشكلة، وليست المشكلة أنك أنت لا تحصل على الجنس، المشكلة في أنك أنت في هذه القناعة بأنك أنت يعني تعاني من النقص في الجانب الجنسي والعاطفي، بأنك أنت محروم، بأنك هذه المشكلة اللي أنت يجب أن تحطمها، وليست المشكلة هي في عدم حصولك. إن اعتقدت ذلك فسيبتعد عنك الانتكاس. حتى لو شاهدت الفتيات فإنك أنت ستحمي نفسك لوقت آخر على الأقل. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم ويثبتني ويثبتكم. وأريد أيضا أن أعيد على الموضوع، دائما تذكر ماذا أعطته لك، ماذا أعطاه لك ترك العادة السيئة. كيف أصبحت شخص محبوب، شخص اجتماعي، شخص ناجح، شخص سعيد؟ كيف تعافى جسدك وتشافى ذهنك ونفسيتك وجسمك؟ كيف أصبحت أكثر نشاط، أكثر حركة؟ كيف تغير شكلك، مظهرك، تحسنت أوضاعك، أصبحت يعني أنقى وأنظف فكريا؟ كيف أصبحت تفكر بوضوح وترى الحياة بشكل واقعي وصحيح وتتحدث مع الناس؟ وكيف أصبحت ناجح اجتماعيا، أصبحت ذو عقلية فذة؟ كيف تحسن جسدك؟ كيف تحسنت علاقاتك الاجتماعية؟ كيف أصبحت تتعرف على أشخاص جدد؟ كيف أنت قاعد تبني نفسك علميا وماليا ونفسيا وذهنيا؟ كيف؟ لا تترك العادة السرية للذة دقائق أو ثواني بأنها تحدد مصير حياتك. روح شوف، جرب. أنا ما أقول لك أنا كلامي صح ولا كلام مثلا سين من الناس خطأ اللي يقول لك أن العادة السرية ما فيها شيء. جرب، أنا كذاب، لا تأخذ كلامي كله خطأ. جرب تترك العادة السرية لأسبوع أو لأسبوعين، وشوف التغيير الكبير في حياتك وفي شخصيتك وفي نفسيتك، في عقليتك، في تحدثك مع الناس، في ثقتك معهم، في نجاحك الاجتماعي، في حركتك، في طاقتك، في ذهابك للعب الرياضة، في تنظفك، في جميع، في نفسيتك، في عبادتك، في تعلمك، في تأثيرك. جرب. أنا غلطان، أنا ما أفهم شيء، انت روح جرب واثبت اني انا غلطان. جرب التغيير الكبير هذا بالنسبة حق المدمن، مو حق الشخص اللي يعني يمارسها من فترة الى فترة بعيدة وغير غارق في الإباحية. لكن حق الشخص الغارق في الإباحية يقول جرب، ومجرد يومين او ثلاثة كفاية بالنسبة له، حتى انه يرى ان حياته كلها تغيرت بحذافيرها بكل جوانبها. فبالله عليك يا أخي، حرام عليك، والله حرام عليك أنك تخسر نفسك وأن الناس تخسرك، حرام. فأنت، وأنا أريد أن أختم، تذكر دائما ما تسوى السالفة، لا يستحق الموضوع ثواني. ركز على، تذكر دائما أن ما تفعله، ما
تذكر أن أن السعادة هي في سعيك لأمر ذو معنى في الحياة. تذكر شخصيتك ونجاحك وأن الحياة كلها أمامك وأن الفرص موجودة ومتاحة لك وأنك يعني ستتطور أكثر وأكثر وستصبح حياتك أسعد وأسعد إن أنت استمريت على هذا الطريق. أتمنى لكم الثبات وأتمنى لي الثبات، واشترك في القناة وشارك، اشترك في القناة وشارك، وبإذن الله نلتقي في الفيديو القادم.